السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في قناة وصفات عائشة بلوس. اليوم فيديو جديد، فيديو رائع 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 وأكثر من رائع. بهاد جوج قصيبات غادي تشوفوا واحد الحاجة اللي هي مهمة مهمة جدا، وهي الناس اللي كيطيحوا لهم الرموش أو كيطيحوا لهم يعني الشعر ديال الحجبان ديالهم. الحل هو هذا، هو هاد القصيبات. القصب العادي اللي كتعرفوه هانتم هو هذا القصب العادي، فقط كنجيبو القصب يعني اللي ما يكونش ملوث، كنجيبوه بلاصة نقية وكنغسلوه مزيان، كنغسلوه مزيان وغادي نستعملوه. هاد الوصفة راه رائعة رائعة جدا، مجربة يعني في سيمانة أو أسبوع كتبين النتيجة. إن شاء الله غادي تجربوها وغادي تردوا عليا الخبار إن شاء الله. راها وصفة جد ممتازة. القصب العادي هانتم كيف ما كتشوفوا ماشي شي حاجة اللي هي، القصب كلشي كيعرفوا، راه كنبقاول نلقاو حتى في يعني في هذاك الحرير اللي كنخدموا به الرندا، هو هذاك. غير انا راه جبت قصب اللي هو نقي، يعني مشيت للبلاصه ديالته فين كيكون نابت وخديت القصب. هانتم راه باين راه جديد ونقي. كنغسلوه هو الاول، ضروري نغسلوه. من بعد ما نغسلوه كنخليوه ينشف واحد شويه. من بعد ما نشف يعني كناخذوه هكا وكندوز نشعل فيه العافيه، يعني كنحرقو، غادي ندوز نشعل العافيه وغادي نرجع معكم. يعني غادي تحرقوه، غادي نجيبو مثلا واحد الغطير بحال هكا وغادي نشعل فيه العافيه ونزله ونخليه كيتحرق بحال هكذا. هانتم كيف ما كتشوفوا العمليه سهله، كندوز هكا كنشعل فيه العافيه هكا كنخليه يتحرق. غير نشوف العافيه هكذا قربت ليا اليد ديالي، غندوز نحطو في الغطر. هانتم كيف ما كتشوفوا كنخليه هكذا كي يتحرق غير بحال هكا. غادي نجيب وحده ونبقى نهرسها هكا غير نشوف العافيه غادي تطفالي، عاوتاني كنولي نشعل. هانتم غادي نولي نردو حتى عاوتاني غنولي نشعل فيه العافيه حتى يرجع ليا بحال هكا. غنولي هادي نشعل فيها العافيه ونجيبها عند هادي باش غادي نحرقها. هانتم وليت شعلت عاوتاني في هادو العافيه وغادي نخليهم حتى يتكملوا، غادي يوليو هكذا كلهم هكذا رماد بحال هكا. صافي هي قريبه تكمل، نخلي حتى يذوب كلشي، غادي يولي لي رماد وغادي نرجع معاكم. ودابا كيف ما كتشوفوا صافي ولا رماد، كملت يعني كامل داك القصب حرقته كيف ما كتشوفوا. صافي ودابا ولا رماد يعني ما بقاش فيه العافيه. كنجيب واحد المهراز ديال تاميكا بحال هكا وغادي نديرو هنا وندقو، يعني هنا ضروري خصنا مهرز ديال ميكا غير بحال هكا. العينين يعني ما معاهمش اللعب، ما خصناش نديرو شي مثلا مهرز ديال هذاك النحاس ولا. صافي وهنا كنبداو نديرو غير هكا، غير هكا كينبق غير بحال هكا، ما محتاجش لان دغيا دغيا القصب هو هي كيتحرق كيولي فتي بزاف، يعني لواحد الدرجه ما تخيلوش. هانتم شوفوا منين كان غير كنحك هكذا غير بحال هكذا، ما كاين لا دقان لا حتى شي حاجه، غير بحال هكا كيرجع مطحون، يعني واحد الليونه ما تخيلوش. صافي شوفوا دابا ملي بدا كيتلين بحال الا بدا كيتكتل، هانتم شفتوا. صافي دابا شنو غادي ندير، غادي نجيب واحد طريف ديال الثوب وغادي نصفي هذا يعني هذا القصب هذا اللي حرقت، غادي نصفيه. ومن بعد ما غادي نصفيه غادي تشوفوا معايا اشنو غادي ندير. بالنسبه للتصفيه كنجيبو غير زلافه هكا يعني تكون نقيه، اي حاجه لمسناها خصها تكون نقيه، وكنجيبو واحد الثوب نقي هكا من هذا الشكل هذا. هانتم هاد الثوب يعني اللي كيصلح ليا هذا راه رقيق، يعني غادي ناخذ واحد الثوب اللي هو مشدود، يعني ماشي يكون مفتوح باش ما يضرناش في، يعني الا تدخلنا شي حاجه في عينينا. نديرو بحال الا كنصفيو الكحول. غادي نقبض هكا
هذا الثوب هكا، واللي ما لقاش الثوب هكا غادي يجيب ديك الليباموس، غيجيب ليباموس، ولكن الشرط انهم يكونوا جدادين، يعني ما ناخذوش ليباموس اللي مستعملين. صافي انا غادي نبدا هكا ندير هنا هذا سميتو، وغادي نبدا نصفي هنصب هذه الطريقه هكا. شوفوا كيفاش كندير، كناخذ هكا وندوز غير بحال هكا، غير باليد ديال هاد المهراس، هانتم غير هكا، ايه هكا، هانتم سهلة الطريقة، يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي معقدة. هانتم عاوتاني نضرب هكا شوية ونبدا هكذا ماشية، باش حتى داكشي اللي كيكون لاصق عندنا هنا كنديرو له هكا. هانتم راه وصفه جد ممتازه، اسبوع كتلاحظوا الرموش، لان بزاف 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 اللي كيتشكى من الشعر ديال الرموش، يعني الحجبان ولا الرموش كيطيحوا، يعني وكيكون عندنا واحد المشكل كبير. الانسان كي ديرونجا، يعني الانسان كيعجبو الحال الا كانوا الرموش ديالو طبيعيين. ندير هادشي اللي بقى راه هكا، ما كاينش محسن من الحاجه تكون طبيعيه، يعني الا نبتوا لك الرموش طبيعيين هذا الشيء راه يعني ماشي الشرط انه يكون غير النساء، راه حتى الرجال كي الا طاحوا لهم الشفران ولا انسان شي مره الله يستر كيكون مريض، المرض راه كيأثر لنا على اي حاجه، يعني كتتواجد في الجسم ديالنا كامل، راه كيكون واحد التاثير من راسنا لرجلينا، ومن بين هاد التأثيرات يعني كيكون الرموش كيتضروا والحجبان حتى هما الشعر ديالهم كيطيح، او النساء اللي كيستعملوا لي بيلول حتى هما عاوتاني يعني الرموش ديالهم كيطيحوا. هذه وصفه جد ممتازه كيف ما قلت لكم، على اسبوع كتعطينا واحد النتيجه اللي هي خياليه. بالنسبه غتقولوا لي علاش، واش الرجال غادي يصلح لهم ولا ما يصلح لهمش؟ غادي يصلح لهم، علاش؟ لان بامكانه غادي يستعملوا في الليل وفي الصباح كيغسلوا عينيهم، ما كتبقى حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا انا صفيت دابا، صفيت هذا هو جاي بحال الكحول، ولكن يعني راه وصفه جد ممتازه. صفيت دابا غادي نجيب زيت العود وغادي نخلط. تقولوا لي شحال ديال زيت العود؟ زيت العود على حساب الحاجه، غادي نخلط حتى غادي تميلونجا هذا الشيء. كيف ما كتشوفوا، شوف باش تعرفوا الليونه، يعني خص واحد الثوب او ليباموس يكونوا مسدودين. انا خديت هكا واحد شويه من الجنب، غير من الجنب، وكندير بحال هكا، كنحس بهذيك الليونه، لان خاص يعني ما يبقاش عندنا ديك، ما يبقاش يعني عندنا ديك هذا الخليط هذا محجر. هنا كناخذ زيت العود، هانتو واحد نص معلقه كبيره، نص معلقه كبيره، وغادي نشوف يعني عيني ميزاني، غادي نبدا نخلط. هانتو غير هكا، ايه هكا نخلط مزيان هكا. انا صافي راه تخلط ليا مزيان كيف ما كتشوفوا، هانتو يعني كيطلقها هانتو باش تعرفوا راه لين مزيان مسحوق كيف ما كنقولوا. صافي الخليط هو هذا. هنا اشنو كنديروا؟ كناخذوا واحد يعني شي قرعه صغيره وكنعمروها فيها. هنا فاش غادي نعمرو كناخدو، انا احسن حاجة فكرت فيها هي مثلا هادي ديال لي لونتي اللي كيتباعو كلشي دابا كيشري لي لونتي هادو. هنا كيف ما كتشوفو عندي هنايا هادي فيها، مثلا الا كان مازال لي شوية ودرت لي جديدة كنولي نديرها، لان كيف ما كتشوفو الغلقات ديالهم بدلين. هانتوم كنولي نادا ونعقل عليها، مثلا كنقول هادي اللي عندها الغطاية هكايا في هاد اللون، هذه مولات الغطيه بيستاج، غادي ندير لها هذا الخليط جديد. او مثلا الى عاوتاني صوبت كميه بزايد كندير هنا وندير هنا، وكندير انا مثلا رقم واحد هنا، ندير رقم واحد هنا ورقم جوج هنا، يعني هذه هي اللي باديه منها
هي اللي غادي نسجل عليها. مثلا هنا بالماركور غندير رقم واحد، نكتب رقم واحد بالماركور صافي، والخليط هو هذا. وغتقولوا لي باش غادي نستعمله. بالنسبه للاستعمال كنشريو مثلا واحد الماسكاره خاويه او هادو، هذه راه كتكون يعني غير ديال المشيطه ديال الشفران، غير هادي كنبدا نغطسها هكا في الليل، وكنمشطو بها يعني الرموش ديالنا كنمشطو بها، كتكون ناشفه هذه غير ديال المشيط، هذه كنمشطو بها الرموش ديالنا، ويعني يمكن نديروها حتى للحجبان ديالنا صافي. وكننعسو في الصباح، يعني الانسان ضروري كيبغي يحيد داك الشيء وعادي يخرج للزنقه، كيغسل وجهه عادي ويغسل بالصابون، يعني الصابون يعني الصابون الطبيعي يغسل الوجه ديالو عادي كل ليله كيديرها لمده اسبوع. كتبدا هي الانسان مزيان يستمر عليها، كيطلعوا الرموش زوينين بزاف وكينبتوا، يعني راها النتيجه راها اش غادي نقول لكم، راها روعه، لا بالنسبه للحجبان ولا بالنسبه للرموش. غاستعملوها وردوا عليا الخبر، وهذا الشيء اللي كاين. يعني كنتمنى ان شاء الله الوصفه تعطيكم نتيجه، وهذا هو الهدف ديالنا، هو الوصفات اللي كنعطيو دائما، يعني الهدف ديالنا انكم يعني ينجحوا معاكم ويعطيكم نتيجه مبهره. ويعني وهنا كنكونوا حتى حنا فرحانين بالوصفات اللي كنعطيو، وكنفتخروا بالوصفه اللي كتكون ناجحه. صافي كيف ما كتشوفوا انا هنا عمرت هنا في هذه الجهه الاخرى، كناخذ هذه اللي كتكون فيها لا لونتي، كنجبدها هكا، راه بسهوله كتزول، هانتو صافي. وغادي نغطيها، يعني هنا عارفه ان راها هذه اللي كانت عندي هي القديمه، هذه البيضاء، وهذه هي الجديده، هانتو هي اللي عمرت فيها دابا صافي. كنتمنى ان شاء الله تنجح معكم هذه الوصفه، وشكرا لكم دائما وابدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.